الدكتورة أغادير جويحان استشارية التنشئة الاجتماعية السياسية ضيفتنا اليوم لنحكي عن النوعية، الأمومة النوعية. الأمومة النوعية، نعم. دكتورة أغادير، شو مصطلح الأمومة النوعية؟ صباح الخير أول شيء، وبحب أصبح على أعزائنا المشاهدين، وأنا كتير مبسوطة نحكي عن هالموضوع عشانه فعلا هو إذا اهتمينا فيه ورتبناه رح يكون في عنا نواتج تعليمية كتير ممتازة. طبعا إذا بنيجي للأمومة النوعية، هو مصطلح هلا كتير عم بتعفي بين الناس، عم بتوارد كتير، واهم شيء فيه انه نيجي مثلا المصطلح نقسمه. مثلا شو الامومه؟ الامومه اول ما نحكي فيها هي الحب، الحنان، العطاء، الرعايه، التربيه، في لها كثير مصطلحات، بس تحكي كلمه ام او امومه. ولما نحكي بالنوعيه اللي هي الكواليتي، الجوده، هي الجوده في تقديم هذه الخدمات او الادوار. هلا يمكن نشئ هذا الاصطلاح من كتر ما صار في عنا بعض الملاحظات على المرأة العاملة، مثلا انه بتعرفي انه لما يكون المرأة مش في البيت قديش بتقصر في الاولاد، ومن هالحكي هذا يعني كثير طلع، دائما بتشعر حالها حتى مظلومة او بتشعر في الذنب لعدم وجودها في البيت. بس هو حقيقة انه الأمومة النوعية هي مش بالوقت، ومش بانك انت تكوني موجودة طول الوقت و24 ساعة. هي الأمومة انك انت قديش بتعطي وقت ثمين، ويكون هذا الوقت فيه فائدة للطفل، حتى لو كان نص ساعة، حتى لو كان ساعة. فمن هالمنطلق الأمومة النوعية هي الوقت اللي بينعطى للطفل، بس بيكون فيه إصغاء تام من الأم، فيه اهتمام كامل منها بدون أي تشويشات حواليها، بدون ما تكون في بالها أي إشي. وبنفس الوقت إنه كيف الطفل هذا يطلع بأفكار، بسلوكيات، زي ما يقولوا، زي ما حكينا، الطفل هو عجينة، فإيش ما بتلقى صحيح. هو في النهاية بتشكل. فهو كيف بتقدر تشكل الطفل من خلال هذا الوقت اللي بتعطيه، ومن خلال الأسئلة اللي هو بيسألها. فعشان هيك يعني هي إلها قواعد، الأمومة النوعية إلها قواعد في الإصغاء، إلها قواعد بكتير شغلات. طب شو هي القواعد؟ خلينا نحكي عنها. خلينا نحكي أول إشي، أهم شيء إنه تكون الأم فعلا مصغية. لاحظي إنه كتير في بعمر، خصوصا بعمر معين اللي هو عند نقول التين ايجينج، اللي هو وقت المراهقين، شو بيصير؟ إنه بتلاقي إنه الطفل بصير يقول لك أنت ما عم تسمعيني، مش سامعيني، مش فاهميني. بيكون في عندهم نوع من الحاجز بينه وبين الأهل. فهو المبدأ الأساسي إنه الأم فعلا تسمع، فعلا تقعد وتسمع وتعطي إذنها إنه تحط حالها محل هذا الطفل عشان تقدر تفهمه أكثر. فهو الإصغاء أول إشي مهم كتير. تاني شيء الوقت، إنك أنت تصغي وتعطي وقتك. بس هلأ مش ضروري الوقت إنه والله كل نهار 24 ولا ساعة ولا كل يوم ولا هيك، لا، ممكن يكون في وقت معين يتحدد، تعودي الطفل عليه اللي يكون يقعد فيه يحكي لك مشاكله، تفهمي شو اللي بمر فيه، أي تحديات عم بواجهها، سواء في المدرسة، سواء مع أصحابه، سواء مع الأهل نفسهم. يكون في نوع من الحوار الهادف للتغيرات اللي عم بتصير مع الطفل، المراحل العمرية اللي عم بمر فيها. فهي فعليا هي عبارة عن وقت، جهد من الأم، تفهم، إصغاء. فعلا لازم يكون فيه النوعية اللي مطلوبة. يعني الأم اللي عاملة لا تخاف إنه أنا ما بقضي وقت مع ابني، يعني لا، هي زي ما قلتي بجودة الوقت اللي بتقضي. طبعا يعني أنا ما طبعا إحنا ما بنعمم لما نحكي، بس مثلا ممكن أم تكون موجودة طول الوقت وما بتسمع تقعد ولا خمس بتشوف، دقايق تكون قاعدة على التلفزيون، تحكي برا مع تليفونات صحباتها، مع صحباتها، عاملة جمعات، يعني إحنا الولد مع الشغالة. بالضبط، ولد مع الشغالة. ففعليا هاي هي. هلا مثلا نيجي نحكي على تطبيق بسيط، مثلا أي لعبة بتنشرها للطفل. لو نقول مثلا في عيد ميلاد، او مثلا ناس جاب لعبه لهالطفل هذا، هلا انت امام امرين، انه الطفل يفتح اللعبه ويلعبها لحاله ويخربها ويعملها بدون ما يفهم لها، او ينقعد معه خمس دقائق بس ينشرح له عنها، ينشرح له عنها بس، بعدين بتلاقيه هو لحاله خلص بنطلق منها. فكتير للاسف بتلاقي انه فعلا الاهل مرات ما بيكون عندهم وقت انه يعطوا هذه النوعيه، انه انا افهم هذه اللعبه كيف تنلعب عشان اقدر اعطيه الطريق الصح. مش تيجي مثلا زي ما تفضلتي قبل شوي بتقولي مثلا سريلانكية، او حدا مثلا يعطيه انستراكشنز او تعليمات غير. فهاي هي المبدأ، انك انت مرات خمس دقائق، عشر دقائق من وقتك، سؤال سأل يتجاوب بطريقة صح. مش ضروري انه احنا نقول هذا طفل صغير ما بفهم، بالعكس. يعني انا بتذكر بفترة من فترات وقت ما كانوا اولادي صغار، انه مرة سألوني على اللي كان الانتخابات هذا، انه شو هذا، وكان يمكن اعمارهم 7 8، يعني هيك اعمار صغيره مش كتير كبيره، شرحت لهم كامل
انه احنا في عنا مجلس امه وعنا كذا وعنا كذا، شرحت لهم اياه كاني بحكي مع واحد كبير بس بلغه مبسطه بسيطه. وهي دخلت، يمكن دخل منهم شيء، دخل شيء فيها ممكن هن فهموا شوي ما فهموش، بس يعني بالنهايه هن اخذوا شيء، اخذوا شيء وراح يلاقوه بعدين فيما بعد. فدائما احنا نتعامل في الطريقه هذه. طب التربيه النوعيه خلينا نقول مقصوره على الام فقط؟ لا أكيد لا، وهذه سؤال كتير مهم، عشانه فعلا إحنا للأسف في مجتمعنا العربي، وبديش أعمم برضو عشانه في كتير أدوار منيحة للأب، إنه فعلا الدور هو للأم، هي فعليا الدور للأب والأم، عشانه الأم لا يمكن تغطي النوعية اللي بيعطيها الأب. الأب في له طريقة في اللعب، له طريقة في التوجيه، في له طريقة في سلوكياته. فالبنت بحاجة لأنه أبوها اللي هو القدوة الذكورية في حياتها يكون موجود ويعززها، والشاب الطفل الولد بحاجة لأبوه قدوته أنه يوجهه. فمهما الأم حاولت أنها تغطي الفجوة هاي تقول أنا بربي الدورين، ما بتقدر إلا يطلع الطفل عنده نقص بسيط. يعني ولو حرام في إمهات مضطرين إنهم يكونوا لوحدهم، وإحنا ما بنقدر نفرض هيك شغلة، بس في النهاية بتقدر، بس برضه في بيكون بضل نقص عند الطفل نقص، عشانه الولد بالذات في عمر معين بحاجة لتعزيز أبوه، بحاجة إنه أبوه يوقف ويقول له ويحسسه إنه هو بلش يكبر وصار عم بيصير رجل. الأم نفس الشيء، لازم البنت نفس الشيء، إنه بحاجة إنه الأب يشعرها بوجودها وبحمايته لإلها. فهي عناصر كتيرة بتدخل للأطفال. هلأ كمان بدي أعطيكي مثل بسيط على إنه هاي الدور تبع الأب قديش مهم من هن وبيبيات، يعني لأنه هلأ مثلا أنا لما أمسك ابني الصغير البيبي ألعبه، في إلي طريقة في اللعب، ممكن أحضنه أكركره أبوسه، يعني في طريقة معينة للأم بطريقة تكويننا الجسماني اللي بتعامل فيه. بس بينما الأب لما يلعب مع ابنه بتصارع، ممكن يرميه في الهواء، ممكن عرفتي، يعني في إشي بيفقده الطفل إذا ما أخذه من أبوه. صحيح. اللي هي هاي الشوية القوة، يروح معاه محلات هيك فيها رجال، يروح معاه ويحكي معه، طريق حكي للرجال، طريقتهم، اللفظ، حتى حركاتهم الجسدية كتير مهمة. إنه الطفل الولد، وبرضه بنحكي على البنت زي ما قلت لك، البنت الأب بالنسبة لها هو قدوة الحماية، الأمان، في كتير مهم. البنت دائما بتكون مع أبوها زي ما قلتي، صح، وبتحب أبوها حتى بتكون بتناكف بأمها. بالضبط، في فترة معينة هلا بتكون هي وأمها زي الأعداء، بالضبط، وبعدين بتصير هي وأمها خلاص. صح. يعني بس تكبر، والابن بالعكس بيكون يعني أكثر، الابن بضله مع أمه، ملتحم مع أمه، بضله هو مع الأم حتى بالأخير بده يتجوز واحدة زي أمه. صحيح، فعلا هي بتصير هيك غريبة. صح، عشان شوفي هي نوع من الأم الحنان والعاطفة اللي بتقدمها هي فطرية، فلا شعوريا بتلاقي هيك رح يلاقي عن مرته. بالضبط، نفس الشيء. وفي ناس بيكونوا حابين الحنان هذا بيستنوه يعني فعلا. فهي فعليا انا الأبوة النوعية بعتبرها من اهم الاشياء اللي لازم، حتى بالتدريس يعني وقت ما يجي وقت الدروس، مش على الام التدريس، يعني حتى الام لازم نفكر كمان انه هي قديش في عليها وظائف وواجبات كبيره في حياتها. فما يعني حتى لما يكون بيبي وللترضيع ولكذا، لاحظي مثلا في الغرب بتلاقي انه هي مشاركه، هي ادوار اجتماعيه متشاركه، هي تعاون مشترك بين الاب والام. حتى في ناس تلاقيهم الام بتشتغل اذا لقت فرصه، والاب بيكون قاعد في البيت، يعني حسب ظروف الحياه اللي هن بيمشوا فيها. يعني الأب والأم لازم يقضوا وقت مع أولادهم، لازم الوقت اللي مش وقت إنه بس إنه مقضين وقت وقاعدين على التلفزيون وبحكوش معاهم مثلاً، أو مقضي قاعدين بالبيت بس أولادهم برا وهن جوا عندهم ضيوف، لا، الوقت صحيح. لازم يكون، وكتير مهم كمان الوقت إنه يكون في نوع من القدسية للأسرة. العلاقات الأسرية بتنبنى على كيف تقدري إنك أنت تخلي الانتمسي، المودة بين العائلة، كيف يعني. هلأ مثلاً كتير حلو يكون يوم بالأسبوع هو يوم عائلي، يعني فعلا ما نقول يوم الجمعة. هذا اليوم طبعا. طب بس الاولاد بيكون هذا الجمعة بدهم يطلعوا، لازم ينفرض عليهم. اقول لك صراحة ليش، عشان انه هذا يعني انا كثير بلاحظ انه مثلا في اولاد فعلا طول الوقت طالعين، كيف بدك تبني الرابط بالتواصل مع ابنائك اذا ما عندك يوم، بس يوم انت مع اولادك. هلا اليوم هذا لازم يكون حتى أسري للأسرة الكبيرة كمان، يعني هلأ يوم الجمعة مثلا، يعني بصحوا الصبح معظم الناس متعودة الفول والحمص والفلافل يوم الجمعة، ممكن الأب ياخذ معه ابنه الصغير مثلا أو بنته، يروحوا يشتروا الفلافل، يجيبوا يقعدوا ياكلوا كعائلة. وبعدين بعد الأكل هون كتير مهم، أنا كنت دايما أحكي للناس اللي حوالي إنه أعطوا ساعة أو ساعتين
بعد الاكل تقعدوا تحكوا، تحكوا باي شيء، اي شيء سخيف، اي شيء بضحك، اي شيء يعني اي شيء بيجي ببال الاطفال، اي شيء بيجي، يعني يكون في حوار عائلي، عشان للاسف احنا عم نفقد الرابط هذا والتفاعل العائلي من الانترنت، من التلفزيون، من البلاك بيري، من كل هالشغلات اللي عم تتعرض لنا. فصف الواحد بيكون قاعد في البيت وكل واحد ماسك شغله في ايده، ما في اي نوع من التفاعل. بس بينما لما تعوديهم انه هذا اليوم إلنا لازم نقعد فيه، نحكي باي شيء، انت افتحي موضوع، تنقلوا من موضوع بضحك لإشي صار في المدرسه، لإشي الاب يحكي، تشارك كعائله، بصير الطفل يتعود، بصير يستنى هذا اليوم وهو مش شاعر انه هذا اليوم عندي هيك. لو حدا طلب منه شيء بقول لا ما بقدرش انا يوم الجمعه فاميلي داي، وعلى كبر بصير هو يطبقها على اولاده. بالضبط، بيطبقها على اولاده. اذا هو ما كان حاسس في قيمتها برضه يوم الجمعة بيكون يوم فلتان للولاد، بالستيريوتايبس عشان نشوف فاقد الشيء لا يعطيه. صح. فإذا أنت ما عطيتي وحسستي الطفل بهذا الموضوع ما بيمشي معه. فهذه هذه شغلة كتير مهمة، يعني في شغلات على فكرة بسيطة كتير لو الواحد يفكر فيها ما بتاخد وقت، وهي عبارة عن نوعية بس. يعني قعدة تلفزيون فيلم ينحط البوب كورن بين الأهل ويحضروا فيلم ويضحكوا مع بعض عليه، هذا إشي رائع. طلعة مع بعض بياكلوا سندويشة، هذه إنجاز. قاعدة زي ما حكينا بعد الفطور هيك ولو نص ساعة فيها إنجاز، هذه بتعطي نوع من الروابط والحميمية اللي إحنا محتاجين لإلها وهلأ عم نفتقدها. هلأ لاحظي الأولاد ممكن يمر أسبوع وهذا يدوب تحكي كلمة مع في ناس، مع ابنهم ولا صح. بنتهم. فهذه النوعية اللي إحنا بنحكي فيها دائما. بعد اسم إذنك دكتورة في معنا تليفون. هلو الو، راح الاتصال. دكتورة غدير جوحان، زي ما بقولوا دائما ان النوعيه وليس الكميه. صحيح، بالضبط. كواليتي نوت كوانتيتي. بالضبط، وهذه هذه بنقدر نطبقها على كل حياتنا، على كل حياتنا، بكل علاقاتنا الاجتماعيه، بكل شيء. واهم شيء، اهم شيء نرجع للاصغاء. يعني انا كثير بحب اعطي للام والاب انه فرصه الاصغاء، وهي شغله بسيطه كثير انك تحطي حالك محل الطفل، يعني عشانك انت كنتي طفله وانت كنتي تمري بظروف زي هيك. فدائما انسان يرجع حاله شويه لورا ويحاول ينزل من، يعني ما يكون كثير متشبث برايه، ويعرف انه هذا طفل عجينة عم تتشكل، لازم اني انا اقدر افهمها عشان اوصلها لبر الامان. وبعدين بالنهاية يعني بده يكون مختلف عني، يعني ممكن الاولاد مش بالضرورة يطلعوا نفس الشيء. رجع الاتصال. ناخده. هلو هلو الو، تولين صباح الخير. صباح النور، تفضلي. في الحال اهلين، احكي مع التربوية بليز. تفضلي دكتورة غدير معاكي، تفضلي. لو سمحتي دكتورة بدي اسألك، انه انا موظفة وزي ما قلتي ضميري مأنبني دايما على الاولاد، وبحاول انقيلهم نوعية الوقت مش كميته. نعم. بس انا بحس انه الاولاد صار عندهم مشاكل ما كانت موجودة قبل. يعني صاروا بتن المراهقة كتير غلبوا، صاروا هم اطفال يتطلبوا اشياء ما كنا احنا نتطلبها. يعني كانت والدتي موظفة ما كانت تعطي ربع الأشياء اللي أنا مالي بعطيها لأولادي. نعم. ومع هيك كنا طلعنا كثير شاطرين بالمدارس، وكثير بنحب الرياضة، وكثير بنهتم بأصحابنا وبأهلنا عكس أولادنا. نعم. حتى بتروح على مراكز صعوبات التعلم بتلاقي عدد هائل من الأولاد، كل بيت تلاقي فيه ولد عنده صعوبات تعلم، كل خمس ست سبع بيوت عندهم ولد عنده مشاكل. نعم. هو بتعرفي في إشي تاني أخت تولين؟ صحيح دكتورة؟ بقدر أجاوب هلأ ولا في إشي ببالك تاني؟ نحكي نجاوب الأخت تولين. يعني هلأ هي ما بنقدر نقارن الزمن تبع أهلينا بالزمن هذا. المشكلة إنه في زي خلينا نحكيها بمصطلح تربوي، مرة في دكتور لإلنا عزيز كتير يعني كان يحكي يقول إنه نحن ننجب وغيرنا يربي. اللي صاير عنا انه هي مش مسألة انه عدم وجودي في البيت او وجودي، هي المشكلة صارت انه التحديات تبعت العصر هذا تحديات كتير كبيرة، وتحديات احنا مش قادرين حتى بسرعة يعني سريعة جدا مش قادرين نواكبها احنا كأهل. يعني الطفل عم بتربى من التلفزيون، عم بتربى من الانترنت، عم بتربى من البلاك بيري، الشاتينج، من البي بي ام، من كل شيء. يعني صار كل شيء في حياتنا بربيه في طريقة معينة. هلأ الشعور في الذنب هو الأساس عند الأخت تولين، يعني إنه ما تشعر في الذنب.
يعني لازم الطفل تبلش معاهم مرات الشعور بالذنب بتخليها يعطيه اكثر، تعطيه اكثر. فلما تعطيه اكثر بصفي كانه انت واجب عليك تعطيني عشانك تاركتيني، او مثلا بصفي نوع من الاتكاليه وعدم الاستقلاليه، يعني بصير معتمد على الاهل. فمن هون ممكن تواجهي مشاكل كثير مع الطفل. فانا الشيء اللي بحب احكيه للاخت لين انه تخفف من الشعور بالذنب، عشان انت في عندك مهمه عم بتقوم فيها، اللي هي انك انت عم بتحاولي توفري العيش الكريم لطفلك. فعشان هيك بدك تربيه عادي، بدك تحطي القوانين وبدك تحطي كل شيء، بده يفهم انك انت عم تشتغلي عشانه وعشان الحياه هذه، بده يحترم هذا العمل وبده يحترم هذه التضحيه اللي عم بتقدميها. انت مش مقصره، بالعكس انت عم بتجيبي له، عم تعطيه الكواليتي النوعيه اللي بدك اياها، بس ما تزيديها. يعني دائما اذا بتعملي تو اوفر دو ات، يعني تعمليه بطريقه زياده بفسد الطفل، بصير يقول لك انت مجبوره فيي، ما انت تركتي ما صح. بسمع يعني الحكي اللي حواليه، بصير يستغلها هاي نقطة ضعف. بالضبط. الطفل ذكي جدا، ذكي ذكي لأبعد الحدود. من هو صغير هو بيعمل تيست واختبار لأهله، بشوف إيش الأشياء اللي بيقدر يستلمها، إيش الأشياء بيقدر يأثر فيهم عليها. إذا مثلا بكي أمه قالت يا حبيبي حرام، بضله يبكي. إذا عنده حركة بوجهها وإذا عملها بشوف أمه بيستعطفها، بصير يستخدمها. فأهم شيء تخفيف شعور في الذنب، حط قوانين صح اللي هي بتناسب، بنفس الوقت مش إعطاء إشي زيادة عن اللزوم. لازم يكون مدروس وباستراتيجية لما تعطي الطفل، يكون لسبب، مش إنه بس خد عشاني مش موجودة. لا بالعكس، يعني إذا نجح، إذا كان في دروسه منيحة، إذا عمل، التعزيز بيجي في وقته. وبنفس الوقت التعامل، الوقت اللي بتعطيه، الوقت اللي بنعطيه. دكتورة غدير جوحان، استشارية التنشئة الاجتماعية والسياسية، بنشكرك على المعلومات وبنشكر وجودك معنا. شكرا لك أخت ديالا. شكرا. أهلا مشاهدينا، مكملين معاكم، راح نكون بعد الفاصل مع في وميس.